صيح معكم مشاهدينا عبر نورسات ونور الشرق. عم نترافق أسبوعيا ضمن برنامج الكلمة. موضوع حلقة اليوم ليست حربنا مع لحم ودم. بعد ما تحدث بولس الرسول عن الإنسان يلي تبنيه الله ودعا للقداسة، وبعد ما فهمنا إنه لا بعيد ولا قريب بالنسبة لله، لكن صرنا كلنا أبناء البيت وفهمنا واجباتنا تجاه بعض، بتنتهي الرسالة يلي أرسلها لأهل أفسس بكلام عن الجهاد الروحي، عن الحرب الروحية، فبيقلنا ليست حربنا مع لحم ودم، يعني بضعفنا، لكن حربنا مع قوات الشر المتعددة. وبيذكر أول مرة برسائله الكبرى إبليس يلي رح يورد اسمه مرارا بالرسائل الرعائية. بيرجع الرسول إلى أشعيا النبي وبيذكر عدد من السلاح: الدرع، السيف، الترس، الخوزة، كلها أسلحة كانت تستعمل في الحروب القديمة لكن تبدل معناها العميق. فالدرع هو الاستقامة، والترس هو الإيمان، والخوزة هي الخلاص، والسيف هو قوة الكلمة. كل هيدا لنرد سهام الشرير المشتعلة حتى نتحرر من كل الصعوبات وننتقل لحمل البشارة بجرأة وشجاعة. فحربنا أساسا هي ضد العالم، عالم الظلام وعالم الأرواح الشريرة الموجودة بالعالم. والصورة يلي ممكن نضعها أمامنا هي صورة القديس أنطونيوس الكبير يلي مضى إلى البرية يحارب الشر بانتظار العودة إلى الإسكندرية ليحارب البدعة الأريوسية. مشاهدينا، منرحب بالمونسينيور بولس الفغالي، دكتوراه لاهوت، دكتوراه تاريخ أديان، دبلوم عالي كتاب مقدس. مونسينيور أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك بهالمقدمة الحلوة، وصلتينا عمار بطانيوس منيح. نعم شكرا مونسينيور. موضوعنا اليوم هو حربنا ليست من لحم ودم، وعم نتأمل برسالة القديس بولس لأهل أفسس الفصل 6 من الآية 10 للآية 20. بتأمل هيك مشاهدينا أنه تكونوا فتحتوا الإنجيل. فإذا برجع بذكر، رسالة القديس بولس لأهل أفسس الفصل 6 من الآية 10 للآية 20. مش الرسائل يعني رسالة. نعم، هو الفصل الأخير، الفصل 6 هو الفصل الأخير لهالرسالة. ممكن هيك قبل ما نبدأ بالفصل 6 تحديدا، يعني تقلنا بأي إطار انكتب؟ كتير مهمة عالم الحرب. عالم الحرب موجود من بداية البشرية، موجود أبدا. 6700 حرب بالعالم، والناس كنت راح أقول بينبسطوا بالحرب، بينبسطوا بالعنف. أبدا، نحن هون بالشرق عم نعيش حرب، يعني أبقاش في حرب العصا مثل بالماضي، أو السيف بتذكرتي هلي، أو الترس أو الدرع. عندنا حروب من نوع آخر، والقتل بيكون أبقاش يكون مثلا 10 و15 مثلا بالعالم العربي، حرب داحس والغبراء شو كان في 3-4 قتلة. بينما إذا أخذت الحرب العالمية الأولى 10 ملايين قتيل، بس تحسننا بالحرب العالمية الثانية 39-45 60 مليون قتيل. ومن بعد الحرب، بعد الحرب صاروا مثلا باليابان بدهم يأكلوا، ما عندهم شيء باليابان، صاروا مجبورين يعيشي لك حق تقتلي 3 فئران وتاكليهم اليوم، ما بقى في شيء ابدا. ناس عم ينتبهوش انه الحرب بيقتل الناس، الحرب بيدمر. شفنا شو صار بغزة مؤخرا، والحلو بعدين بيعمروها، هن اللي دمروها بيعمروها. هيدي حلوة كتير، في احلى منها. وبعدين ما بعد الحرب الجوع لا بده يجي على البلاد، لانه الناس عم بتحارب، لا حدا عم بيزرع، لا حدا عم بيحصد، في انتاج ماشي ابدا. اذا اسلوب الحرب
بيساعدنا حتى نفهم حرب من نوع آخر. بس كتير مهم نحنا إنه حرب البشر تنتهي بالموت. ومن يسيطر بحرب البشر؟ ذكرتيهم أنت أول واحد إبليس. وهان بحب ذكر إنه إبليس هيدا أصل كلمة يونانية ديابولوس. ديابولوس يعني هاللي بيحط حواجز بالطريق، مثل ما بقول نحن بالعربي الدارج بيحط عصي بالدواليب. يعني معنى اسم إبليس هو من يضع حواجز؟ إيه. هذا مع كلمة يونانية بعتها كذا. هلأ نحن بالشرق عندنا كلمة سطان بالسرياني وبالعبراني، وصارت بالعربي شيطان. نعم. شيطان. إيه. والمعنى؟ فازل. هي زيتها كمان. هي زيتها كمان. هي زيتها اليونان ترجموها وحطوا. فازل نحن أهم شيء لهون منشوف إنه من إني هالأشخاص اللي بدهم الحرب. هالأشخاص اللي بدهم الحرب. يعني اللي بدهم الموت. هذا أهم شيء. إذا بنرجع إلى بداية الكتاب المقدس لما صار فيه الخطيئة الأولى، لما بناكل من هالشجرة رمزيا موتا تموت. وبقلنا مربولوس بروما 5:12 بإنسان دخلت الخطيئة إلى العالم، وبالخطيئة دخل الموت. مين بيدفشها؟ ذكرت انت هك الساعة إبليس أن أرواح الشر الشيطان بغير مطرح تجارب يسوع بسبب إذا التكوين الحي. يمكن الحي إذا بدأ الحي دايما عنا، إذا هودي بهمهم. والبشع أنه ما بيشوفهم، هودي بيشتغلوا وما حدا بيشوفهم أبدا. بس حتى بتجارب يسوع المسيح، تخيل أنه يسوع المسيح اللي هو تجرب، وشو جربوا؟ جربوا انه تسجد لي انا بدل ما تسجد لالله. ايه هالكل هالاعداء هودي ما منشوفه ولا منحس فيهم ابدا، منشوف التأثير اللي تركوا وراهم. طيب يعني ابونا فينا نقول انه ابليس هو موجود حقيقة؟ اكد. نحن اليوم لازم نعرف انه لما بقول الإنجيل بكل بساطة إنه جربه الشيطان أو إبليس يزيتها، اليوم بيقولك إيه أنا جربت حالي، أنا عندي كان نزوات عاطلة شهوات عاطلة وأنا جربت حالي. هي ممكن لي أنا، بس ممكن تقوليها مع يسوع. إذا يسوع جرب وجرب مش بس من الشيطان كشيطان، لاش بطرس ما جربش يسوع؟ كان يسوع رايح قال له بدنا نروح الى الموت، قال له ابعد عني يا شيطان. بس هيدي تعبير هيك مجازي يعني؟ مش لا اللي... مش مجازي ابدا. وراح تشوف بعدين هو شو قال له لبطرس، شو قال له يسوع؟ انت روجتي. ايه انه قال له وبخه بطرس عن يلوم يسوع. هيدي بشعه كتير. جاي بطرس عم بيحط قصة بالدواليب بالنسبة ليسوع. ما نحسب، ما فيش ما فيش رمزية ولا نتفت رمزية ولا نتفي أبدا. برضو حبيبتي فإذا هو جاي يقول له حاشا لك هالأمر كله سوا. أش قال له؟ اذهب خلفي يا شيطان. لها معنيين. أول معنى أنت عم تقف بدربك، يعني عم بتحط الحواجز، يعني عم تصير شيطان بكل بساطة. وبعدين تاني شيء التلميذ وابده يمشي قدام علمه يا مو ورا معلمه؟ ورا معلمه. ايه فاذا ننتبه مش بس في ارواح بتجربنا، وهيدي معروفه كلنا بنعرفها، هيدي كلنا بنجربنا ان روح الزينه مثلا الرجال او المراه، ان كان الكاهن، محبه المال، اذا عندنا حقد ناخذ طارنا، هي كلها سوا تجارب. بس هالتجارب نحن عندنا بقلبنا بتتجاوب معها، لكن مع يسوع المسيح ما بيصير. متى في شخص، هاي نظرتي انا، هو على كل بالأبانة فيك تقول نجينا من الشرير ونجينا من الشر. الكلمة اليونانية بتعني اثنين، فهمتي كيف؟ بس اليوم شو انا بالنسبة لي هذا الشخص ذكي هالقد حتى جرب يسوع وقد منه فنان، بقول انا غير موجود.
ولانه بقول غير موجود بيقدر يعمل. كنا من زمان اللي كان عندنا خزانات هذا بالبيت يبقى فيها شو اسمها الحشره الصغيره ما بيسمع صوتها وما بتنشف. اي ساعه بتشوف ساعتها لما بتقع الخزانه بتكون اكلتها كلها سوا. وشو كل الشرور مثلا يعني بيقولوا لك فلان هذا عنده عادي مثلا الزنا مع بعضه او كذا، ما حدا ببلش هيك. كل واحد بصير يجره ابليس او شيطان نتفي نتفي. لما يصفي بكعب الوادي بيقول ايش وصلني هون وشي ذاته، وما حدا بيصير ابليس فار ضربه. كمان درجه درجه القداسه كله درجه درجه. وهذا كتير مهم نعرف انه نحن مجرب بعضنا. مثلا مره خبرني احد الاشخاص اخذوا على هونيك مطرح كتير بشع. ربك يعني حبيبي تراجع. يعني نحن بنكون الشياطين لبعضنا. طيب أكيد. ابونا اذا بدي ارجع معك لتجربه يسوع انه الشيطان جربه، هلا لما كان يسوع بالبريه ما كان في حدا معه. طيب كيف قدر يوصل هيدا النص للتلاميذ او يعني للرسل للانجيليه لحتى يكتبوا عنه؟ ليش يسوع ما قال لهم شيء من حياته لتلاميذه؟ يعني تعتبر انه المسيح هو يلي خبرهم؟ ما كان عطاهم شيء. لا نحن بنكون عم نحكي بعض مرات بنعطي من خبرتنا مش هيك؟ من وقت علمناها من يسوع، اذا في خبرات عديده. طيب في البعض بيقولوا نظريه ما بعرف قد ايه يعني معتمده بالكنيسه بيقولوا انه هيدا الناس تجربه يسوع بالبريه منه حقيقه ما صار مزبوط، ولكن الهدف منه يفرجوا انه المسيح هو انسان حقيقي، وهول الثلاث تجارب يلي بتورد بالانجيل هن هول التجارب اللي بيتعرض لها كل انسان هيك؟ نعم. هيك حتى يدلوا انه المسيح هو كان ما تجرب إيه ولكن كان انسان كمان. ايه ومش ضروري انه يكون تجرب. ليش ما تجرب يسوع ببستان الزيتون؟ شو كانت التجربه؟ تجربه قال يذهب الى الموت؟ بالاخر بيقول له لا ارادتي بل ارادتك؟ لما بيقول له ابعد عني هذه الكاس. اي بس ما كان في شيطان عم بجربه هون. ايش عرفني بس هي يمكن افكاره البشريه. افكار بشريه. ما هو قال بالرساله العبرانيين قال لما دخل الى العالم ما شئت ذبائح ولا محرقات فقلت ها انا ات لاعمل مشيئتك يا الله. هل علمنا نصلي الصلاه الوحيده اللي علمناها لابانا لتكن مشيئتك؟ أو لك هو تجرب ما يعمل مشيئة الآب؟ لا أكيد. تجربة تجربة مبدئيا إذا الإنسان هو عنده ضعف التجربة تتلاقى مع ضعفه، إذا عنده حاجة فهمتي كيف تلتقي مع حاجته. بس بعطي مثلا مثلا راهبي أو كاهن اللي هني بتول مأكد يمكن في البعض بتجيان وقت أنه ليش أنا ما بتجوز. هون الشيطان هو بقوية. ورح بعطي مثل صغير بسفر التكوين بتقول رأت حواء أن الشجرة طيبة. ليش أشعرف أنا طيبة؟ من ألا من شكلها. من شكلها لأنه ناس قالوا لا هيدي مثل بيعمل زنا بيقول له أنت مرتك شو بدك أنت إذا رحت مع هيديك لك بتشوف غير شيء. طيب ابونا بحاجه حدا يقول له ما نحن يعني هيدي ارادتنا هيدي حريتنا هي يلي بتدفعنا انه نتصرف هيك، يعني انه منا بحاجه لحدا. اوقات انا بحس انه كل ما نعمل خطيه بنقول انه هيدا الشيطان وكانه عم نتخبى ورا خيل اصبعنا انه كثير سؤالك حلو بنحطها بالشيطان. طيب انا ارادتي وحريتي وين؟ انه او بحس انه انا بتلقاء ذاتي انا قررت هيك بس بتخبى ورا الشيطان. لا كثير سؤالك حلو ليكي. مش بس مرة واحد قوص قالوا كيف قوصتوا؟ قالوا الشيطان طغاني. لا بدنا ننتبه نحن أحرار والشيطان ما بيقدر يدق بحريتنا أبدا. الشيطان بيجملنا الأمور فهمتي كيف؟ بيجملنا الأمور. أنت مينك؟ انتقم منه دعس له مخه عارفه منو هذا. هلا نحن كل واحد عندنا بيحب العنف ويحب يتأخر يتغلب على الناس. بس وين القوة هون؟ مش بس يا بنتي خدي بكل بضيعنا يا ابني اغفر له. ليش بدي اغفر له انا كذا
وبيجي ناس بيقولوا في ناس من جهة تانية إذا بديك ناس بترضى خليفة منوة هيدي معروفة يعني مش ضروري بتبقى الشيطان يكون له دنب وقرون وكذا. نحن مجرب بعضنا بكل وقت لما كل شخص بيقول لك مثلا انت بدك تعملي عمل ويمكن بعدك متردده بيدفشك الى الشر. هذا ما تقلنا اليوم الشيطان مش بس هذا الشيطان، انا بكون شيطان لاختي ولخيي لما اللي بدلن على الشر ولما بدفشهم ولما بشجعهم. طيب ابونا الله حقيقة، المسيح حقيقة، الروح القدس حقيقة، هل الشيطان هو هيك كمان حقيقة مثلهم موجود؟ هل الملاك حقيقة؟ هلا ما عم بحكي بالملاكي أنا، خلينا هنزيتهم. الملاك هو من يرسله الرب، والشيطان هو رسول الشر. فهمتي كيف؟ عقول نحن عم نحكي أول شيء ما عندناش بالكتاب المقدس، هالشيء ما بنعرفه، بنقول في الملاك، ملاك الرب أو الملائكة والآخرة، في أشياء نحن بعدنا ما نعرفها، بس نحن منحس النتيجة مثل الهواء. لأن فيك تقولي هواء أو ما فيش هواء، إيش عرفني؟ لما يشوف الأشجار عن تروح وتجي بقول الهواء مرة من هنا. حتى عمل الله ذاته، نحن عمل الله ذاته أي متى منعرفه منحس بعمله بالنتيجة بالثمار الثمار يلي بتنتج هذا العمل. نحن اليوم بنحكي أشياء عديدة. لا شك أنه لما الكتاب المقدس بيقول لك ملك الرب او بس الملائكه، الكتاب مقدس يقول هالقد بفكر بيعرف اكثر مني واكثر منك شوي اكثر مشاهدي. لما مثلا بيقول لك هالاشياء هذا، فهمتي كيف؟ نعم. بيأثر على ارادتنا، بيأثر على عواطفنا، بيأثر على نظرتنا. انا مثلا لما انا في اطلع فيكي كانك بنتي وبحترمك كبنتي، وفي اطلع فيك بعين انه انت مثلا ممكن تكوني مناسبة خطية هي ذاتها. كل شيء اللي بقول مثلا مصور لبكة ورقة بيضاء، كل شيء فيه له الخير والشر. انا ايدي فيه غنش فيها ابني وفيه اسفق فيها كف. شفتي كيف؟ فاذا هوني فيها الصراع اول شيء نحن جواتنا. نعم. ولكن إذا مربولس عم بيقول في أرواح عم بتصار، معناتها في كمان شيء نحن ما بنشوفه لكن بنحس بمفعوله عم بيضايقنا وعم بينبهنا. نعم. كلنا سوا عندنا خبرة. الأرواح اللي موجودة خارج عنا ولا بالإنسان؟ لا لا خارج عنا. عنده روح خير وروح شر بالوقت ذاته وبيكونوا عم بيتصارعوا خارج عنا. ماشي اليوم مثلا بتكون واحد قاعد بالكنيسة بيطلع بتسيب شخص، أنا أخوري عم بقدس وطلعت شفت شخص، أنا هل أنا ويسوع وعن نعمل أعظم عمل بحياتي، بيجي شيء بيخليني أنظر لهالشخص نظرة خصوصية. بده يكون هو لا شك في نحن عنا أساس، بس هو بيدفعنا. أنت كيف؟ نعم. بس الحرية وهولي كنت كتير حلة، ما فيش ولا مرة لي حق من هاد. في ناس صار ينكروا الشيطان والشر وكذا انه انا قوصته فاذا انا مانيش مسؤول. لا، انا المسؤول الاول والاخير عن كل عمل شر وكل عمل خير. حتى يسوع المسيح ما بيخليني غصب عني اعمل عمل خير، هو حد مني بدي اعمل خير يمسكني بايدي لانه بدوني لا تستطيعون شيئا، وبدي اعمل شر انا مسؤول. هلا اليوم كون انا فلتت ايدي من ايد يسوع لحتى اعمل الشر اذا بدي، بس انا اذا بدي اعمل شر مثلا بدي اقتل او شيء كذا، فهمتي كيف؟ مثلا هاي المشكله صار بزمان بجبايه، كيف المراه حمست جوزها وقتل ابنه قتل خيه. فهمتي كيف؟ نعم. معناتها يمكن هو عنده بقلبه عنف. نعم. في محبه المصريات ومرته شجعته والارواح الشريره اشتغلت. طيب بالآية 12 بيقول القديس بولس لا نحارب أعداء من لحم ودم. هون وكأنه الرسول بده يقول أنه أعدائنا غير منظورين وهن أقوى من الأعداء البشرية المنظورين. هون كتير مهمة. أول شيء لما بقول لحم ودم تبقلتي هكساعة أنت علامة الضعف، خي أنا من لحم ودم أنا ضعيف. هل هيدي الضعف ما بيسمح لنا أنه نتراخى وأنا ما في أعمل شيء؟ لأنه نحن هلأ لما تعمدنا
لما صرنا عصورة الله، لما صرنا أولاد الله، صار عندنا قوة. هلأ اللحم والدم بيقلنا يسوع لا تخافوا ممن يقتل الجسد، خافوا ممن يمكنه أن يهلك النفس والجسد في جهنم. معناتها في قوى نحن ما بنشوفها لكن بتعمل فينا. ورجعت كمان حتى هالأشخاص اللي بيدقولنا بإرادتنا، اللي بيدقولنا بعواطفنا، وبيرجع هون المهم انه هاي كل الحروب، كل الحروب بتصير بعد على مستقبل جسد. وين البشع؟ هون أصحاب الرئاسة السلطان والسيادة على هذا العالم، في هناك القوى فيك تسميها الشيطان أو غير شيء عم تشتغل. شو المقصود؟ شو المقصود أصحاب رئاسة سلطان سيادة؟ أنا بعطيك إياه بس خدي مثلا الحرب العالمية الأولى. كيف صار في حرب 1870 وبدهم، صار في كمان مناوشات بين ألمانيا وفرنسا، في ناس بدهم يحاربوا ولا يحاربوا ألمانيا وياخذوا القرار منها. كان في شخص اسمه جوريس بيقول لهم ليش بدنا نحارب نحن؟ نحن لازم نعمل السلام، لازم نتفق مع بعضنا. قول لك قديش بعدين طفوا ألمانيا بعد كم سنة، كم 100 سنة بعد قديش؟ شو عملوا فيه؟ قتلوه. هذا اللي كان بيحب السلام قتلوه. تتشوف قديش في قوى، مين قتلوه؟ وليش قتلوه؟ في أشياء نحن مسمين أروحنا ما بنعرف من وين. لكن اليوم لما هو يقتل جوريس ما كان صار في الحرب العالمية الثانية. شفتي كيف؟ معناتها في أمور عديدة نحن بنقول أرواح لأنه ما عندنا نظر نقدر نشوفهم. بس عم نشوف النتيجة. عم نشوف النتيجة، ولكن النتيجة أبونا بتدل إنه هالأرواح الشريرة أقوى بكثير من الله. أقوى من الله صار شيء ثاني. إنه هيدا اللي عم ببين يعني طريق الشر عم نشوف ثماره وفعله أكثر بكثير من الخير. إذا أنا هلا بدي أقول له يا رب أنا بدي أنهي حياتي وأوص حالي بكون أنا أقوى من الله. ثاني شيء لازم ما نفكر ولا مرة إنه الله هو القوي. كنت عم بقرا كتابك ساعة هو قائد العالم، هو لا مش مزبوط إنه الله هو ماسك. الله هو أضعف واحد بالنسبة لنا، الله بي أم، ما في أضعف منه. وهيدي معروفة، بدك أضعف من هيك إنه يسلم ابنه حتى يصلب؟ لازم نشيل بالفكرة نحن إنه الله قوي. ليش عم بيعملش هيك؟ ليش عم بيقتلش هالناس؟ هل عم يعملوا حرب؟ ليش عم بيقتلش بيقنعن قبل؟ احنا دائما او انا مثلا متضايق، ليش عم اعطيش ربنا حتى اعيش؟ لا ابونا ما فينا نقول انه الله منه قوي، اكيد الله كثير قوي، بس الله كثير بحب، ويمكن نقطه ضعف اذا نقول هي هالمحبه، وبحب حتى المجرمين يمكن، وهالقد بيحترم الحريه، حريه الانسان اللي اعطانا اياها، يمكن هيدا اللي بخلي انه يلاقي هالشر. الله مثل الام عم بيكمل. انا بشبه الله مثل الام. ما بيقولوا انه هو بي بحب مثل الام. ايه مثل الام، الام ضعيفه بس الام بحنانها وبلطفتها بتغلب كل البيت، وهذا مهم جدا. اليوم مثلا خذ الابن الضار، جاي شاب بعد ما خلش قرش معه نص الورطة مع الزينة انتهى بالخنازير، شو لازم يعرف يبيه؟ يفقوا عصايته قلوا روح مطرح ما كنت هيك عمل؟ لا كان ناطره وراح هو استقبله وعمل له حفلة سألوا شي سؤال؟ ما يتبه تأخرت؟ يا ابن أبدا ما حكي ولا كلمة، حركاته بتكفي. ما نفكر ولا مرة انه الله هو القوي، ما نحن هاي ضربتنا نحن بالحرب، اذا نحن غلبنا يعني الهنا او اله هوديك، كانه في الهين. حتى وقت مش بس انه اسلام ومسيحيه، لما كان باوروبا في الحرب بين البروتستان والكاثوليك مين اقوى، اله بروتستان ما اله الكاثوليك؟ نحن بهالطرقات هيدي نحن بنحسب حالنا انه ربنا ما عنده سلاح. وهون كتير حلو بيقول له تسلموا سلاح الله. الله ما عنده سلاح، وبحب أقولها بالعهد القديم
ولا مرة في كلمة عدو، في المعادي. يعني أنا أعادي الله، الله لا يعادي، الله ما عنده أعداء. نحن منحسب أني أنا من هالطائفة أو من هالمذهب، أنا الله معي وهودي كلهم سوا، ربنا بده يحطمهم. هيدي العقلية أبدا، البشرية كل أولاده، كلا أولاده، وكلهم بيحبهم، وكلهم بيريد خلاص، مثل ما قال مربولوس يريد خلاص جميع البشر. طيب أبونا، قبل شوي ذكرت أنه نحن تعمدنا، صرنا أبناء الله، صار عنا قوة. طيب إذا الله ضعيف، أنه منين بتجي عنا هيدي القوة؟ عن أي قوة عم تحكي؟ وإذا صار عنا هيدي القوة، أنه طيب ليه الأرواح الشريرة بعدها بتتغلب علينا؟ لا، طالما نحن معمدين وأبناء الله. إذا نحن تركناها، رأعطيك مثل أيوب. أيوب وصل أول شيء، جاء خلو أرزاقه كلها سوا. شو قال؟ كيف يقول ايه بدي سب ربنا، وربنا كذا، وربنا مش عادل، وربنا ظالم. الرب اعطى والرب اخذ. ما بيقدر يتغلب ابدا لنا اذا احنا ما بدنا. والحلو هيدي مهمة جدا وكتير حلوة عند ايوب، بيقول له، يعني هن عمينا بشكل مسرحي بس لها معنى رائع، قال له بدي اقول له بارزاقه ما بدي فيه، حط له حدود. هلا بعطيك مربولوس رجع قال له بدي اقول له بجسده بس حصدق بنفسه. فهمت كيف؟ عطى ابشع مرض. بس هيدي مهمه جدا، ومربولوس بيقول الله لا يسمح ان نجرب فوق طاقتنا، بيصير ابدا. ولا تفكر انه باكبر شغله او اصغر شغله بيقدر روح الشر او ابليس أو جيراننا أو اللي بدك إياهم يغلبونا إذا نحن ما بدنا. من هيك نحن بنقول له لا تسمح أن ندخل في التجربة، نجينا من الشرير. لما أنا بقول له يا رب ما تسمح، أنا مثلا عندي بقوطي، عندي العذراء مريم حامل ابنها، بقول له أنت حارسة المكان، انتبه، أنت حارسة المكان. فإذا اليوم لما أنا بتعلق بربنا إيدي بإيد يسوع، ما أنت قلتي هيك الساعة، اللي بقول له يا ربنا انا فيش امسك لك ايدك، انت امسك لي ايدي وامشي. هاي ساعة بيجي الشيطان، اللي بقول له يا ربنا اترك لي ايدي. بعمل ابن الطار. قال له يا ابتي اعطيني ميراثي انا رايح. الى مكان بعيد، دائما البعيد والبعد عن الله. والتعلق بقوى الشر. اللي هي ناطرتنا. نعم، مع انه بدي اخذ بريك ابونا، بس ما بنقدر نقول انه طالما نحن ايدنا بايد الله ما بيحاربنا الشرير وما بتجي علينا التجارب. لا، انا ما قلت هيك. ايه، ما فينا. ما بيغلبنا. ما بيغلبنا. ايه، نعم. لانه المسيح تجرب، يعني بعدنا عم نقول. لا لا لا. واكيد ايده بايد الله. بيحاربنا دائما وبقلب قد ما كان الانسان قديس. مارشال فرانسيس اسيزي بيحاربوا الشيطان اكثر، لانه بقول اذا ربحت انا بربح ورا منه كثير. ولكن طالما ايدنا بايد الله الشيطان ما بيقدر يتغلب علينا. اوكي، فاذا مشاهدينا رح نتذكركم هيك، تتاملوا شوي باللي ورد بهالفقره. استراحه وبنرجع لنتابع لقائنا، خليكم معنا. رجعنا لكم مشاهدينا لنتابع لقائنا ضمن برنامج الكلمه، وموضوعنا لليوم هو ليست حربنا مع لحم ودم. عم نتأمل برسالة القديس بولس لأهل أفسس الفصل 6 من الآية 10 للآية 20. أبونا، إذا منتابع بقراءة النص يمكن بالآية 13 بيقول لذلك احملوا سلاح الله الكامل لتقدروا أن تقاوموا في يوم الشر وأن تثبتوا بعدما تممتم كل شيء. فاثبتوا إذن متمنطقين بالحق، لابسين درع الاستقامة، منتعلين بالحماسة في إعلان بشارة السلام، واحملوا الإيمان ترسا في كل وقت، لأن به تقدرون أن تطفئوا جميع سهام الشرير المشتعلة. وبتابع، والبسوا خوذة الخلاص وتقلدوا سيف الروح الذي هو كلام الله. قبل ما ننتقل للآية 18، هون عم يحكينا عن السلاح. شو فينا هيك؟ أول شيء فايتي أول وحدة الساعة 11، تسلحوا. هيدي إيه أول شيء؟ لا، ما بلشنا وحكينا هيدي، خلص. أنت قلت احملوا سلاح الله، بس تسلحوا بسلاح الله. سلاح الله المهم جدا،
سلاح الله ويرجع احملوا سلاح الله. فاذا اول شيء لازم نحن نفهم الله ما عنده سلاح، الله ما عنده عنف، الله ما عنده قتل، الله ما عنده بغض. سلاح الله هو الحب، هو الحب. ولو انغلب مليون مرة الله، اذا لازم نعرف الله ما عنده سلاح. ونحن ما بنحارب باسم الله، نحن ما بنحارب باسم الله، نحن عم نحارب باسم الله. مثل ما بزمان نحن ايام الصليبية جين باسم الله، وهلا عم بيحاربوا باسم الله. الله ما عنده سلاح، الله كلهم ما بيقلنا يشرق شمسه على الأشرار والأبرار، ينزل مطره. إذا ربنا ما عنده سلاح وما عنده عدو، كملت هالساعة نحن نعادي الله، هو لا يعادينا أبدا وعقد ما منعاديه. على كل حال شو بدك بعد أكثر من الصليب يقول لهم كان في فرد ضربي ينزل زاعة ويقتلهم كلهم، اغفر لهم. فأزل هلأ هالأسلحة هايدي هودي، إذا كان معكم كتاب مقدس بتشوفوا بالحواشي أو كلهم سوا موجودين بالعهد القديم بإشعيا، أكثر شيء إشعيا بيجيب هالسلاح وبيعطي السلاح معنى آخر. مثلا إذا أخذنا السيف، السيف بآية 17 وتقلدوا سيف الروح الذي هو كلام الله. ايه مأكد، متأكد انه السيف ما بيفعل عقد الكلمة، السيف بيقتل، الكلمة تنعش تحيي. يا مش مرة كان قولوا على جون بول دو انه من روما هو اللي وقع سور برلين. الكلمة حتى بيدوس بالحرب العالمية الثانية صار يتساءل هتلر ليش هالزلمة عم يحكي بهالقوة والناس بتسمع منه. سألوني كم عنده دبابة، كم عنده طيارة. فأذن اليوم الحلو انه اخذ بربولوس الكلمة، اخذتها هون السيف، السيف وبيقلنا بالرسالة العبرانية كلمة الله سيف ذو حدين، كان السيف يضرب من فرجها من الجهتين، تدخلوا وهون بنوصل على الشي روحي، تدخل مفرق النفس والجسد، يعني بالمطرح ما حدش بيعرف وين هو كلمة الله شو بتفعل. داش في ناس مثلا انت ذكرت اول شيء مار انطونيوس، شخص غني ومعروف بالاسكندرية، شو عمل؟ سمع كلمة الانجيل، بع كل ملكة واعطيه للمساكين وتعالت معني. فرانسيس الأسيز عيدناه من كل يوم كمان أشوى الشخص بيو أكبر تاجر غير له كل حياته. فأذن الكلمة أقوى 100 مرة بالسيف، الكلمة بتغير حياة الإنسان كلها سوا. لش أنت كأم وأمات عم يسمعونا والبيات عم يسمعونا أو الكاهن أو الراب أو أي شخص كان، كلمة واحدة بتأثر فيه وبتغير له حياته. وبيعطينا مثلا عندك إذا مثلا هوني منتعدين الحماسة كانوا يلبسوا نعل خصوص الحرب مثل اليوم بيلبسوا رانج شو بسموه، تبهي لشوكم متحمسين؟ إعلان بشارة، إعلان البشارة، مش راحوا نقتل بعضنا. إذا هذا اللي أنتم مثل مربولوس، داش كان متحمس مربولوس يقتل المسيحية صار محمس يجيب مسيحية، يعني كل وحدة أخدها وقلبها. بس هوني تكزير هون لابسين درع الاستقامة، الدرع أساسا كان يحمي، كان يحمي. إذا الواحد كذاب بيعتز أنه يحمي حاله، بس الاستقامة مش عاوزين. من هلا بدي أقول لك أنه هو الأسلحة الروحية اللي عم بيحكوا عنهم، يعني درع الاستقامة، الحق، الحماسة، بعدين بشر. طب هول كلهم كيف يعني بيقدروا يحمونا من سهام الشر ومن الحرب الروحية؟ يعني كيف؟ أول شيء بحب أقول أنه مربولوس أخذ هاللغة هيدي كتير مهمة للناس عم تحكي فيها هلا. حتى من المؤسف شوفي بقاش يلعبوا بالولاد، بيلعبوا بالبارودة وبالمتريات ومثل أشني كذا. انطلق منهم مربولوس وقلبهم قلب كامل. هلا
اذا اخذنا اي شغله كان، اذا اخذت اي واحد بدك الخوذة والبسوا خوذة الخلاص. اوكي، اذا الخلاص فيك تشولي شيلي هيدي، خذوا الخلاص. من هو الذي يخلصنا؟ يسوع المسيح. اذا هو مخلصنا، ان كان الله معنا فمن يقدر علينا؟ لا الموت والحياة ولا هذه الدنيا ولا الآخرة ولا شيء يقدر علينا. فإذا كل وحدة بتشوفيها، مثلا خد الإيمان، شو الإيمان؟ الإيمان بيقول يسوع إذا عندك إيمان، ذرة من الإيمان بتشيل التوتة بتحطيها بالبحر، بتشيل الجبل بتحطيه بالبحر. حبة الخردل مرشر بيصلوا 110 سنين عند ربنا، بشو عم يشتغل؟ مش بالإيمان؟ فإذا الإيمان 100 مرة أقوى. نحن بس نحن إذا حضرنا أخبار على التلفزيون، أسمعنا الراديو، بنسمع أخبار القتل وكذا، بس اليوم ما في إلا القتل. في كثير أمور، شوفوا مثلا هلا بأوروبا، بأوروبا هلا خلصنا الحرب. فيك تروحي من البرتغال على روسيا ما في لا حدود ولا شيء. ليش؟ تعلموا انه معناتها هون قوى الخير اذا بدك تسميها هي تغلبت. نحن بعدنا محاسبين هون بالشرق انه اذا قتلنا بعضنا وهدمنا بيوتنا هيك بنربح. رح خبري خبريه كثير حلوه، هي قريتها من زمان من الادب الروسي مخيل نعيمي. قال في باب الفردوس لا يدخله الا الظافرون. اجا واحد من الشرق غلب كل الشرق، واحد بالغرب غالب الغرب كله سوا، جنوب وشمال. وصلوا قدام الباب، الباب ما بينفتح، عصوا ما بيفتح. قال يي لا لا، بده فرد واحد يغلب، تعالوا نتقاتل مع بعضنا. نزلوا بعضهم، ثلاثة ماتوا، بقي فرد واحد منتصر، انتصر مؤكد. وصل على الباب مثل هول البورتيون اوتوماتيك موجودين باوروبا، ضرب بكتفه، لبطه، خبطه، ما في شيء ابدا، ما في شيء ابدا يفتحها. وقال اجا واحد مثل فرانسيس الاسيزي، حافي حافي حافي، بس وصل قدام الباب انفتح قدامه. قال له وينك؟ اشك عامل انت؟ انا غلبت البشر كلهم سوا. قال له ايه، بس ما غلبت نفسك، ما غلبت الشر اللي فيك. فإذا هذا الغلب الحقيقي، ما نحسب ولا مرة. خذ مثلا هتلر أشعب مين غلب؟ يعني أنه أبضاي وعمل حروب وهجم على فرنسا وهجم على بولونيا وصل على روسيا، ونحن من المؤسف شو كتاب التاريخ؟ كتاب التاريخ أنه الاحتلالات حروب. خبرونا على الأشخاص اللي بنيوا الكون. شفتي كيف؟ مؤخرة عم بقرا شو اسمه كتير عجبتني هيدي لسمير عطلة بالنهار، وعملت له دعاية كتير حلو، بيحكي عن 5 أشخاص مميزين هلا بالعالم. شفتي كيف؟ مثلا غورباتشيف اللي خلص الحكم الروسي، شو اسمه شانسلية تبع ألمانيا، شو اسمه رئيس الوزارة تبع ألمانيا، عم تنتبهش عليا هلا بتذكر ليك اسمها، غيرها ميركل دوغو ايه مركل. شفت خلينا اياكي اللي زرعت اسم الستات شو بدي اعمل لك، بس دوغول كيف هو عمر فرنسا. يعني حلو الناس اللي بيعمروا، نحن بيخبرونا اكثر شيء القتل الكذا، حتى الاخبار خبرونا عن شيء خبريه حلوه. يعني ابونا اذا نرجع شوي للناس بنشوف انه هالناس بينطبق تماما، يعني بيصب الجمله اللي قالها الرب يسوع انه ما تخافوا من اللي بيقتل الجسد لكن خافوا من اللي بيقتل الروح. يعني هون بهالجهاد الروحي بدنا نكون عم ندافع عن روحنا، عن عن يعني بدي عن نفسنا. انا بدي انبه بالتجارب لا تدخلها، شو في تجربه بحياتي، شو عم وين عم ننزل. اليوم واحد بينتبهش بيترافق مع ناس بصير ينزل معهم. نعم. شفتي كيف؟ انا وين شو عم نعمل؟ انا عم بطلع، انا عم بتقدم، ايش عندي؟ ليش نحن مثلا بنعمل ايش الاعتراف والتوبه؟ نعمل نقطة، انا وين؟ إذا أنا طالع يسوع هدي تكمل اطلع، وإلا بنزل ساعتها. ومن هون
يمكن بقاش معنا وقت بلا وهوني. بس في لأنه عطيت إعلان عن الحلقة قبل ما نجي على الاستوديو مبارح يعني على الفيسبوك، فإجا كتير أسئلة بتصب بالنص. رأي أعطيك خمس كلمات وافتح اللي بدك إياه. أوكي. إذا خدنا النص 10 تقووا 11 لتقدروا 11 تقاوموا نحارب بعدين 13 تقدروا تقاوموا بعد كلهم سوا معناتها تقدروا معناتها نحن نقدر أن نقاوم. بس وأنا بنهي يا حبيبتي صلوا كل وقت في الروح. شو الصلاة؟ الصلاة يعني وصل مع الله. وصل مع الله. فهمتي كيف؟ صلوا وبعدين أهم شيء هيدي تنبهوا. كتير في تجارب حوالينا من لا يرى وما يرى، كتير مهمة. تنبهوا تنبهوا. وهيدي آخر شيء بقولها اليوم، نحن بدنا جرأة مرتين. آخر شيء كل هالكلمات اللي فيها قوة، قوة شخصية مش قوة سلاحية. نعم. إيه قوة شخصية هي جرأة. جرأة على إعلان البشارة والجرأة على المنادات بالإنجيل. لما نحن بكون عندنا هالجرأة ومنهجم بإنجيلنا نغلب. لكن إذا كان نحن فزعانين على حالنا وخايفين ان الانجيل ما يكونش مظبوط وربنا تاركنا. وهون لما بقول التي انا سفيرها المقيد بالسلاسل، هيدا عم بقولها يمكن وقتها كان بالسجن. كان بالسجن. هو السفير لك شو حلو؟ السفير يعني بيكون بعيد عن بلده وبده يعطي الوجه الحلو عن بلده. يمثل البلد. اي يمثل بلده. يعني انا كمؤمن لازم مثل ديانتي. اذا انا مسيحي مثل الديانه المسيحيه. إذا أنا مسلم بس للديانة المسلمة. إذا أنا بوذي بس للبوذية. هون عم بقول إنه هو سفير البشارة. البشارة يعني هي قيامة الرب يسوع من بين الأموات. بس هم بقول سفيرها المقيد بالسلاسل. إيه بس إيه؟ الها تعود إلى البشارة. إيه إذا بدك إيه. نعم. أو الإنجيل. بس المهم الإنجيل مش بس حكي. اليوم إذا بدنا يعرفوا كيف بيكون مسيحية بيشوفوا فلان. يمكن يعطي الوجه العاطل. ساعتها بقول مربولوس يجدف عليه بسببكم. إذا أنت منكش عايشي مسيحيتي شو المسيحية يا أخو بولوس؟ شو المسيحية أنت؟ صحيح. بينما إذا أنا كنت نور العالم ساعتها الناس بيمشوا وراي لأنا نور العالم. أبونا نحن بعدنا بجو النص، ولكن بدي انتقل للأسئلة المشاهدين اللي بعتوهن على الفيسبوك. في سؤال من أمل عساكر من وجه لها تحية، بتقول عالم الظلام والأرواح الشريرة في الأجواء السماوية. شو يعني الأجواء السماوية؟ هل هي الأفكار الإيجابية في فكرنا أم الفضاء المتعارف عليه؟ فشكرا لك. أهلا. نحن أول شيء لما الهودي كانوا يحكوا ما كانش يعرفوا الفضاء، اليونوسفير والستراتوسفير أبي يعرفوش. هن بيعرفوا أنه في الأرض، نحن هوا على الأرض، وفي السماء الله، وفي كأنه الأرواح الشريرة عن جرب تعمل حاجز بين السماء وبين الأرض. مش يعني مش قضية جغرافيا. مش عارفوا الجغرافيا كلها سوا. كانوا يعتبروا الأرض مسطحة والسماء فوق في عرش أعلى لا ربنا. وفي ناس عم بيجربوا يحطوا حاجز بيننا وبين ربنا. هيدي الأجواء السماوية يعني. بقول تكون بس يعني بقول تكون الأفكار الإيجابية بفكرنا ولا لا؟ لا هو عم بيحكي، هودي من برا عم بيحاربونا. هو عم يعملوا عم يعملوا حاجز بيننا وبين الله. في كمان سؤال من بسام دعيبس كمان من مجاله تحية، بيقول من هم أسياد العالم حكام هذا الظلام الذين يجب محاربتهم؟ هل هم بشرا أم شياطين؟ والسؤال الثاني أو الشق الثاني من السؤال، ما هو السلاح الله الكامل الذي يطالبنا القديس بولس أن نحارب به لنتمكن من المقاومة يوم الشر؟ الجواب بيجي من سفر الرؤيا فصل 12. هناك التنين بيسميه بالفصل 12 الحية القديمة إبليس الشيطان. هدول أسياد العالم يعني؟ هيدا أول واحد. خلي كمل لك حبيبتي. فهذا أول شيء بيحكي عن التنين اللي هو الشيطان. هيدا عنده اثنين. عنده أول شيء السلطة السياسية، هذا الوحش الأول.
هو بيحركه، بيقول لك بسيف الرؤيا هو عطاه من قوته بيحركه. هاي السلطة السياسية اللي هيك تضطهد المسيحيين، مثل ما كان اليهود مثلا علموا الفرس كيف بيقتلوا المسيحيين. والسلطة الثانية اللي هي السلطة العقائدية كمان، يعني بيقول لك سيف الرؤيا هاو اثنينهم سوا، إن كان العسكرية السياسية إذا بدي وإن كان العقائدية، هاو اثنينهم سوا بيوجههم إبليس بيعطيها القوة حتى يحاربوا الكنيسة. وشو بالسلاح الله الكامل يلي بيطلبنا الإبليس؟ ما قال لك يا حدو، ما عدل لك إيه أنه حارب الإيمان اللي حنا هودي. برجع بيعددهم، ما هو بيعددهم إيه. نعم، هو العسكري، العسكري كان يروح يبقى معه الرماح ومعه السيف ومعه خوذة. ما مرورس بدي يقول انه نحن لانه حربنا مش مع لحم ودم، منا بحاجة لهالسلاح المادي، بدنا نتسلح بالإيمان وبالخلاص وبال بدنا سلاح، بدنا سلاح لكن غير هالسلاح. هذا يقود الى الموت والى القتل، هذا يقود الى الحياة. نعم، في كمان سؤالين من خينا جبران بيسأل ما الفرق بين هؤلاء الذين يذكرهم الرسول بولس الرؤساء السلاطين ولاة العالم وأجناد الشر الروحية، شو الفرق بيناتهم؟ ما إلا خلص، ما هن إذا بدك هالأرواح، إذا بدك إبليس هو اللي عم بيعلمون، فهمت كيف؟ إيه هو اللي بيعلمون. يا يعني مثلا إذا أخذت، يعني هو التسميات لفكر واحد، إذا بدنا نقول تسميات لفكر واحد، هو إبليس عم بيحركون. يعني بس تخيل مس أول شيء هتلر اللي مبلش يعمل الحرب، شو عمل؟ سكر الكنيسة كذا، هاي بتعمل الحرب بالثورة الفرنسية 1789، لحقوا الكهنة، قتلوا الرهبات إلى آخره. فإذا نحن بنشيل كل واحد بيدل على الله، بس بيعلمون تيعملوا هالشيء هذا. وعنده سؤال تاني كمان بيقول ما الأسلحة التي يستخدمها الشرير لمحاربتنا روحيا؟ ما بدنا شيء أبدا، كله بهذا. أول شيء بيعطينا، بيحرك لنا أفكارنا، أول شيء. تاني شيء بودينا أشخاص، أوه مش أهون منهم الرفقة الشريرة، ما هو هن بودينا إياهم. بعدين إذا عندنا نحن نزوة عندنا بيقويلنا إياها، بيسهل الأمور، في كتير أمور بيقدر يعملها، ما حدش بيعرف ليش عنده وسائل قد منه. طب ما قلت لك جرب يسوع المسيح، فهمت كيف؟ من هيك نحن دائما بيقلنا يسوع، خاصة نحن بهالفترة بنقرأ الأناجيل، ما أقول لكم كونوا ساهرين، تيقظوا، تنبهوا. بيقول لك مار بطرس عدوكم مثل الأسد المستعد لياسب عليكم. شوفوا شو الصورة الهائلة، مثل الأسد وناطر فريسته. نعم، فينا إيه؟ نقول لأبونا هون إنه الأسلحة يلي بيستخدمها الشرير لمحاربتنا، مثلا ما يرد برسالة القديس بولس عن ثمار الشر، إنه بيحط بقلبنا البغض، النميمة، الغضب. ما فيش يحط بقلبنا، هو هو بيغذيهم، ما فيش يعني بقلبنا. يعني هن موجودين، هن موجودين، إيه بيغذيهم. نحن مثلا نحن ما قلنا احنا ورقة بيضاء بيحط في التاشة صغيرة وبيمشي، وصلنا احنا نتغذى بالشغلة، يودي لنا كم رفيق بياخدنا على الشر بيصفي بالوادي. عنده أساليب عديدة. من هيك دايش مهم اليوم نحن عنا يتعودونا كانوا من عشية نفحص ضميرنا، أنا اليوم أش عملت خير، أنا اليوم أش عملت شيء حقيقة بيبسط ربنا مني، أش ابتسامة، زرت مريض، فهمتي كيف؟ أشياء صغيرة. فإذا كتير مهم هذا، أنا كل ليلة قول أنا ويني، حاسب حساب إني ويني رايح. لأنه اليوم الإنسان ما بيوقف ولا تكي يصمت مع الله، بيصير ينزل. إذا هو معود يسمع صوت الله ولو زحفت في صغيرة بيرجع الحيرك بيتبع حاله. نعم، مثل ما قلنا بده يقول له إلى الله شيل إيدك من إيدي. بس هيك كأنه عم نتخيل هالإنسان موجود بالنص وعندك من ميلة الله الخير هيك بشد فيه لا صوبه، من ميلة تاني الشر بشد فيه صوبه. الله ما بيشد بحدا، الله ماسك لنا إيدنا، ماسك لنا الحرية، ما بي
الله مسكنا بايدنا وفي زين شيل ايدي من ايده واعمل مثل بدي. ما فيش مش نحن صيرا من بعض لا، بس اليوم نحن الشر حوالينا، بس ربنا قلبا بيحترمنا حريتنا بيحترمنا شخصيتنا، بده شيلنا روبوت كنترول تركنا يعني بملء ارادتنا نختار نمشي معه. احلم انا كثير بحبه ايوب، فهمتي كيف؟ شلوا كل شيء، عشتوا كل شيء، بعدين عطى المرض، فهمتني؟ ابدا. كثير مهم هي نعرف ربنا بيحترمنا اكثر، ما بدوش ياخذ محلنا. نعم. اذا بياخذ محلنا بنصفي ماشي، نحن اولاد صغار، صار. في كمان سؤال من سامانتا فغالي، تقربك؟ سامانتا فغالي؟ فغالي نحن اكثر شيء 50,000. ممكن اذا بتقرب بتقدر تقول لي شيء. ما كمان بتقول انه كثير انبسطت انه رجعنا، ونحن كمان انبسطنا فيك يا سامانتا. بتقول ماذا يقصد الرسول بولس بقوله في اليوم الشرير؟ هل يقصد يوم نقع في التجربة أم يوم الضيقات والاضطهاد أم ماذا؟ هي بيقول لك هون يوم الشرير أو بالحيش، وكأنه شخص حي. برجع على مر بطرس، هذا الأسد ناطر أي ساعة نقع بالفخ. في بعض مرات بنشوف الحيوانات بيبقى شو اسمه التمساح ناطر وبتمرق البقرات، فهمتي كيف؟ ولا بيلقط شو واحد بالقطه. الشرير ناطر. فاذا يوم الشر يعني اليوم اللي بيتوفق فينا وبيوقعنا. نحن بنسمح يكون في يوم شر، ما فيش يوم شر بالفلا. اوكي. لانه ربنا كل ما خلقه الرب هو حسن. لما انا مثلا بوقع بالخطيه بكون هذا يوم الشر بالنسبه لي انا. مش يوم الاضطهاد هيك يعني؟ لا 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 يا حتى الاضطهاد اذا عدت تهدينا، ما في ما نحن القديسين الشهداء اني اول قديسين كن اضطهاد. مش هذا مش شر، بس المرض مش شر، غلط. يعني ما قال ما في شر، لانه الله بحول الشر لخير من هيدا المنطلق. اول شيء المرض ما له شر، ما صحه الانسان، لو انه الانسان كامل مثل الله ما بيمرض كان. فهذا المرض مش شر. الخسارة نحن منحسبهم شر. هن يعني أمر طبيعي بتعتبر. هو أشياء طبيعية بالحياة. وإحنا عمل أكسيدان، ما عمل أكسيدان. أش عملت برمنا تعمل لي أكسيدان لأنك كنت لازم 150 ولا أش نفرق معك. فإذا الشر ما في شر إلا اللي من أنا بخسر نفسي. يعني بخسر بالخطية. فهمت كيف؟ بخسر بالخطية. هيدا الشر. ولملي بنزل كتير هالأشخاص مثلا المدمنين. إما على الزنا، إما على الأفيون، إما على السكر، إما على الغضب، إما على القتل. في ناس أنا كتير خبروا الناس بالحرب اللبنانية صاروا القتل عندهم مثل ماشي. هودي 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 واقعين بالشر، وصاروا إذا بدك بإيد إبليس. صار بيعمل فيه مثل بده. نعم. هو اللي سقطوا بالحرب الروحية بالجهاد الروحي. سقطوا بالجهاد الروحي. فشلوا يعني لم ينتصروا. نعم. في عنا بعد سؤال من فادي لقيس بيقول حرب هي بتبلش من فكر عقيدة نحن منشوفها غلط بس غيرنا بيشوفها صح، وبيقاتل وبيذبح على اساس هالشيء. كيف فينا شو اول كلمة حرب؟ سمعت اول كلمة؟ ايه حرب. الحرب هي الحرب هي بتبلش مكتوبة بلغة الكمبيوتر فشوي صعب أن أقول. الحرب هي بتبلش من فكر عقيدة نحن منشوفها غلط بس غيرنا بيشوفها صح، وبقاتل وبيذبح على أساس هالشي. كيف فينا نحارب فكر إرهابي بطرق سلمية مع أنه ما في طريق للتحاور معه؟ أول شيء وقت بيكون في سيف وبارودة ما كده فيش حوار، اللي بيسبق بيقتل. هلا الحوار اول شيء مأكد الناس اقوى منا، اقوى منا. تكون بكل بساطه بالعراق الناس اقوى من المسيحيه او حتى اليزيدي الى اخره. وين نقربهم نحن؟ مثل ما قلت مرة الماضيه لما قالوا نحن بنغفر لهم. هيك بنغلبهم. هيك بنغلبهم بالمحبه. يسوع كيف غلب يسوع العالم كله سوا؟ غلبهم. اغفر لهم يا أبتي بس لأنهم لا يدرون ماذا يفعلون.
انت هلا بتعرفي هلا حدا بيحب يقتل؟ ما حدا بيحب يقتل ابدا. هؤلاء اشخاص مدفوعين من على بيعطون افيون، من على بيعطون كذا، من غسل الدماغ. انا هودي بوجعوا لي قلبي. هودي هن ابونا مفكرين حالهم عم يعملوا شيء كثير منيح. مش مفكرين هودي بشي حبيبي، هودي لانه عم بيردوا الكفار لله. لا هودي هيك معتبرين هودي روبوت كنترول، ولانه بيدفعوا لهم اللي بيتراجع بيقتلوه. ما بيصير. هذه اشياء عديده ما فيناش نحكي عنها الاشياء، انا وشي مش اختصاصي، بس واحد بيقرا بعض المقالات. هودي معترين، هودي انا بيوجعني قلبي عليهم لانه هن عم يقتلوا، ما هن يعني يموتوا شوي شوي، شو بعرفي منهم هن؟ صحيح مزبوط. هو يمكن نحن لازم نكون مثل ما شدد مربولوس على الصلاة، نكون عم نصلي تنقدر نوصل انه نغفر لكل هالاضطهاد وهالإساءة. في عنا كمان ايميل من فرير دانيال من الجزائر، بيقول الوصية ما تقتل منا هين انه الواحد يعيشها، خاصة لما بنكون عم بيهجموا علينا، ولازم ندافع عن حالنا لانه العدو بيقول، ومحطوط هيك انتر جيمي، العدو قوي بالكبرياء. بقول لك الجمله كيف وردي، il faut se défendre car l'ennemi est puissant d'orgueil. ايه اول شيء هو من الجزائر. نعم. وهوتي بورين هودي مين اهم، اللي قتلون يما هو الرهبان اللي ماتوا؟ ما خبر هودا دبحون بجزائر. نعم جزائر. نعم. ايه هودي اتأكدي انه هيدا دمهم ما بيروح ضيعان، لأنه نحن دم الشهداء هو بيضار المسيحيين. فاذا ما نحسب ولا مرة. تاني شيء، اذا كان الكبرياء انه انا برد على الكبرياء بالكبرياء، شو اساس كل خطية بالكون؟ كبرياء. الكبرياء انا بدي صير الله. فهمتي كيف؟ وانا ارضى، ما انا ابن الله بدي اعمل حالي محل الله. ممكن هذا اللي عم بيقوله فرير دانيال، انه هالقد انه هن شايفين حال انه عندهم هالكبرياء، انه صاروا عاملين حالهم انه هن الله، وعم بيحطوا القوانين اللي هن بدهم اياها. هيدا منقتله، هيدا ما منقتله، هيدا منأذيه، هيدا كذا، منشرده، منهجره، منسرقه. ايه؟ لانه هيدي الكبرياء. ايه؟ حطوا حالهم محل الله. اذا قتلتيهم اشكون عملتي؟ هلا انا كمسيحيه ما بقدر اقتل. مش بس حتى هلا اليوم مثلا بيمنعوا الحكم بالاعدام. اليوم اذا اعدمتي شخص ما استفدتي شيء، ولو كان هو قاتل. نعم. لو ما كان هو مذنب بقدر انا ساعده حتى يتحسن. صحيح. بس هو حسن. يمكن من يصدر حكم الاعدام بحقهم لحتى يكونوا عبره للاخرين، يعني لا لحتى ما نحد من الاعدام من الاذى والقتل والاجرام. ولا مره كانت عبره. ولا مره. نعم. وهو مثلا بيعملوا الاصبيط شولوا ايده كمان هالاشياء، هدا كل هالطرق ربنا ما بيريدها ابدا. شو ما كان يكون، ربنا قال لا تقتل. انا ما لي حق اقتل. الانسان بيموت حسب في امراض، في كذا اسباب عديده، بس انا ما لي حق اني حياه حدا، لانه ربنا، حتى ربنا ما بينهيها اذا بديك. نعم. ربنا بيستقبلنا لما بتنتهي حياتنا طبيعيا هون. بيجي يسوع المسيح عند كل واحد بيستقبله، بيقتلوا عنده، مثل بيقول هو ليكونوا حيث أنا ليروا المجد الذي أعطيتني قبل إنشاء العالم. نعم. بيروح بيستقبل يسوع المسيح، بيستقبل الأشخاص يلي هن كانوا كل حياتهم مشيين معه ويلي بيأمنوا فيه. الناس كلهم. بس الأشخاص اللي رافضينه واللي ما بدهم يكونوا معه بيحترم حريته وما بيستقبلهم. عنده طريقته. عنده غير محل. عنده طريقته مثل الأم تستقبل كل أولادها شو ما كان يكونوا. أوكي. كيف يستقبلون؟ ما بنعرف. معنى إذا قلنا في إشياء ما بنعرفها أبونا يعني. سر. إيه نشكر الله. مش مطلوب منا نعرف كل شيء إلا اللي قبل الله يعني. قال أنا بعرف. نعطي أجوبة كيف. أنا بعرف كل شيء أنا. حلو. مثل الأم شو ما كان ابنها قاتل استقبلوا بحبة. نعم. أبونا بدي أخذ البريك، بس قبل بعد في سؤال أخير من مادونا. عم بتقول، عم تسأل عن منظمة الأوبيوس داي. هيدي جمعية تأسس أساسا من إسبانيا. نعم. فيها مطارين، فيها كل الناس، وبتحاول تساعد الناس بأماكن عديدة، إذا في مؤتمرات إلى آخره. هلأ في نظرتين، في نظرة بيحسبوها كونسيرفاتريس، فهمتي كيف؟ وفي ناس وفي ناس بيحسبوها انه هي عم تعمل خير بالكنيسه. في نظرتين اليها.
فهمت كيف؟ ايه هل مأكد الليبرالية هل عندهم انطلاقة لقدام ما بيحبوا يتعاملوا معها. ايه لكن بكنيسة الله في كل شيء. ومثل بقول مربولوس انا ما برضى حدا يحكم علي ولا انا احكم على نفسي. من يدينني؟ الله. نعم. نترك الحكم لا الله. لا الله. نحن هلا رح نترك المشاهدين استراحة صغيرة يرتاحوا شوي وبنرجع. فإذا مشاهدينا استراحة وبنرجع لنتابع لقائنا ونتلقى اتصالاتكم لتشاركونا بموضوع حلقتنا. خليكم معنا. وصلنا مشاهدينا للقسم الثالث والأخير من حلقتنا لليوم، هالقسم المخصص لاتصالاتكم. فإذا عندكم أي سؤال، أي مداخلة، أي توضيح بتحبوا أنه تكونوا عم بتشاركونا فيهم، فيكم تتصلوا فينا على أرقام تليفون تلي لومير. إذا كنتوا داخل لبنان الرقم هو 01-255-500. أما إذا كنتوا خارج لبنان كمان هو ذات الرقم، بس منحط الكود 00961-255-500. عم ببتسم أبونا لأنه معود يقول أرقام، كان في عنا أكثر من رقم، هلأ صار على رقم واحد بيكرجوا كله كذا خط، يعني بنقدر ناخد كذا خط بالوقت ذاته. بحب ذاكر كمان المشاهدين أنه إعادة لهالحلقة فيكن تتابعوها بكرة على نور الشرق الساعة 3:30 بعد الظهر. وبذكر أنه نور الشرق هي محطة تابعة لتيلي لوميير، محطة تلفزيون جديدة تابعة لتيلي لوميير تعنى بشؤون الكنائس. يعني كل كنيسة كل طائفة عندها ساعتين بالأسبوع بينعادوا على مرتين، يعني 6 ساعات هيدي اسبوعيا. هيدي هي ما شو هيدي يا ابونا؟ تركنا نخبر شوي عن هالمحطه. هيدي لان انت ولدتيها اسم الله اذا بدك تقول هيك. ايه ابونا لا هي عن جد محطه في يلا محطه كثير جديده من نوعها، لانه بعد ما في محطه مكرسه هيك لكل كنيسه تحكي بالغطاء. يعني في عنا الأشورية، عنا الكلدان، عنا الأقباط، السريان، الأرمن، كله بيطلع بقدم برامجه، هو بحضر وبقدم برامجه بلغته. فهي ظاهرة كتير مهمة يعني. الله يقويك. فمنحمس هيك بندعي العالم إنه يحطوها يحضروها. هي على النايل سات 11177، يعني كتير هين والأفقي. فسجلوا عندكم مشاهدينا وتبقوا تابعونا. صار في اتصال؟ عم في اتصالات، فإذا بنبدأ مع الاتصال الأول. سلام المسيح. ألو المي لله. دايما لله. مين معنا؟ بدي أعزبك بس بدي أسأل المونسينيور سؤال. لحظة قبل، مش عم يسمع منيح الصوت بستوديو، واطي الصوت، ما بعرف إذا من عندك ولا من عند وسيم. بدي أسأل بس المونسينيور سؤال. نعم. تفضل. وبتمنى بس يجاوبني بعد ما سكر حتى أسمع الصوت. إيه نعم تفضل اسأل سؤالك. مين معنا بالأول؟ مؤمن. مؤمن أوكي تفضل. خينا بدي أسأل مونسينيور بس إنه مزبوط بيقولوا إنه في شياطين بتتحشر بالإنسان، إنه سمعت شخص عم بيقولها، أو في ناس بتكون ساكنة الشياطين، شو الفرق بين الاثنين وكيف الواحد بيجرب إنه يحارب هالشيء؟ أول شيء الشيطان روح، والروح لا يمس إلا الروح. بيجربنا الشيطان قد ما بده. هلا بالإنجيل مرات عديدة نحن بنشوف مثلا بقول المرأة المحدودة بي هي فيها شيطان. كانوا بالماضي ما يعرفوش، إذا المرض ما بيعرفوا شو ما يقولوش من الله، مثل بقول نحن بقولوا من الشيطان، لأنه يسوع بيقول اللي من داء فيها بيقول لا أنت مش فاتة. أو إذا أخذنا مرقس بالنسبة للمرأة الكنعانية، جات على البيت وجدت ابنها شافي، خلص شوف يد بنتها. فإذا نحن عم نخلط مع بعضنا الشيطان، لأنه شغلة بفوت على بطننا ولا شيء ولا شيء. الشيطان بس هو روح جرب المسيح، بيجرب كل واحد منا، ولعنته كتير بشعة متبقلنا هك ساعة مثل الأسد ناطر فريسته. من هيك اليقظة أهم شيء. ويسوع قالنا وانت قلتي هك ساعة انه نحن حتى اذا بدق بجسدنا بيهمناش، نحن المهم ما يدق بنفسنا ويودينا الى الهلاك. نعم. نشكر خينا المؤمن على اتصاله وبناخذ كمان مشاركه. سلام المسيح. اوكي. من حاب الاتصال تاني؟
قطع الاتصال. طيب لكن مشاهدينا بذكركم انه نحن عم نتلقى اتصالاتكم على رقم التليفون 01-255-500، وموضوعنا هو حربنا ليست مع لحم ودم، ولقائنا بيستمر لغايه الساعه 11. فاذا ابونا بانتظار الاتصالات لانه انقطع كله، راحت كل الاتصالات، فبانتظار لنرجع ناخذ صار شيء. طيب اتصال. الو الو بونسوار. بونسوار، كيفكم اليوم؟ ان شاء الله كلكم منيح. الحمد لله. ماري معنا ماري داون من امريكا. ثانك يو. انا بدي اطلب منك ماري تيريز بليز، ما عندي الفيسبوك تبعك لانه بحب احضر الحلقه مازال عم تحطيها فيسبوك. أوكي. قبل ما تعملوها لانه عم بقدر احضرها الحمد لله. وتعليق على الاشياء اللي مرقت انه بس نحن نوصل نقول الله رسول محمد مثل ما عاملين داعش على العالم تبعهم، يعني هودي ناس ما عندي ان شاء الله ابدا. وفي ناس كتير اللي داخلها الشيطان، صلحني ابونا بولس اذا اللي عم بقوله صح بليز. بنبسط للتعليق على الشيء اللي عم بقوله. إذا نحن نفسنا تركت فسحة بين وبين الله، الشيطان قاعد هنيك ناطر لحتى يقمز، بس يقمز بهالفسحة إذا نحن ما انتبهنا ورجعنا لحالنا دغري بيقدر ياخد لوناتش منا. وأنا ممنونتكم كتير و God bless you. ماري تيريز تحبي تعطيني إياها على الهواء هلأ؟ إيه ما بأسر ماري، عادي يعني ماري تيريز حنين اسمي. أوكي. عادي أوكي مثل ما بتكتبي اسمك يعني. yeah. at جيميل، لا على ال mthunain@gmail.com. sorry at شو؟ mthunain@gmail.com. m مثل موريس t مثل بتانيوس حنين اش هاري او او هيداك ان او مثل ايميل. اوكي. اي مثل انجريد. اوكي. وان ان مثل نانسي. ايه اوكي @gmail.com. يا اوكي ممنون كثير انا. God bless you دايما. ويلكم يا اهلا مريم. ما تنسى تجاوبني يا ابونا بولس. نحن قريب ايه والهو قريبا بيوصلوا للكتب اللي عندك. نحن مثل ما قلت اليوم الشيطان بيقدر يتغلب عن الانسان بقدر ما نحن نترك له مجال بحياتنا بجرنا. وما اذا كنا قوية ما في شيء يقدر معنا يعني ما نشي. والصورة اللي اعطتها مريم حلوة هيك انه عم بيتنتشر ولا بأي طريقة. صورة خيالية يعني. نعم. صورة لحتى يعني بتترجم الواقع. نعم. نشكر ماليا على اتصالها ونأخذ كمان مشاركة. سلام المسيح. سلام المسيح. بقلبك مين معنا؟ نجيب من السويد. أهلين خينا نجيب، تفضل. في هيك مداخلة بسيطة. أولا من عندنا أنا بسمع شوية الصوت ضعيف عندكم، يعني ما بفهم عليكم كثير، إذا تعيد النظر في شغلة الصوت. أوكي. والشيء الثاني إذا أبونا بيقول لنا بنهاية البرنامج شو الموضوع القادم في الأسبوع القادم حتى نحضر معه، ما دام أنا فاتح الكتاب المقدس القراءة العاوية حتى أتابع معه حرف بحرف. أنت قلت وأنا رأيت هذا، من يصبر إلى المنتهى يخلص. هذا عنوان الحلقة الجاية. من يصبر إلى المنتهى يخلص بمتى فصل 24. فصل 24 كثير منيح. أهلا. شكرا أبونا. أهلا وسهلا. وبالنسبة للصوت خلينا نجيب رح نبلغ الإدارة لحتى يشتغلوا تقنيا. نشكر اتصالك ومناخد كمان مشاركة. سلام المسيح. ألو. ألو نعم. ألو سلام المسيح. بقلبك مين معنا؟ معك مروان جوزيف الرشيد. أهلين خينا مروان، تفضل. أنا من زحلة. يا أهلا وسهلا. ونحن عائلة مسيحية وأنا ومرتي وولادي قاعدين عم نحضر البرنامج. هللويا. الله خليكم لبعضكم. إيه. وكتير بتعجبني الأفكار تبع أبونا بولس. أنا ما عندي أي تعليق، بس
اللي بحب أقوله إنه كتير كتير أنا مبسوط بهالسهرة الروحية، وأنا بكل كلمة مع عم بيقولها المونسنيور بولس، وبحب أشكركم وبدعي لكم من كل قلبي إنه الله يقويكم وإن شاء الله بتضلوا بهالهمة، وميرسي كتير على السهرة الروحية الحلوة. الله يباركك ويبارك عائلتك. مرسي مروان، نحن بنشكر اتصالك ونشكر محبتك. يا اهلا. ناخذ كمان على مشاركه. سلام المسيح. الو الو. نعم الو. بونسوار. بونسوار. وحياتك. مين معي؟ معك مارسيل. ماري تيريز. مارسيل، يا اهلا مارسيل. اهلا فيك. بونسوار مونسينيور. اهلا. انا بدي اسال حقيقه، لانه سمعت بالحديث انه الابونا عم بيقول انه ممنوع القتل، بس بدي اسال يا ترى الدفاع عن النفس هل هو مقبول ولا لا؟ نعم. يا اهلا وسهلا. تكرمي. تفضل. هذا كان موضوعنا الاسبوع الماضي، بس ما قدر نرجع نذكر بسرعه. نحن مبدئيا ممنوع لا تقتل. هلا في ظروف خاصه كل واحد بيتصرف حسب الظرف اللي بيكون قدامه. بس اول شيء اقتل على شخص بارد هيك بالاحوال، اذبحه. لا، هي حكيت عندي في عن النفس. خليني يعني خليك كمل. فأذن حبيبتي، فأذن اليوم اخذ نفس قتله ممنوع كليا. هذا هلا انا صرت بوضع خصوصي. شو لازم اعمل؟ يمكن هو هاجم علي، اشطر الفرد وما خليش يقتلني. يعني افضل ما يكونش في قتل، لانه حتى مدنيا اذا في قتل بروح الحبس. يعني حتى مدنيا خسران لو كان حيدافع عن نفسه. فاذا انا لازم هون ما فيش اعطي جواب ايه او لا، لكن بعطي المهم شيء كثير مهم. انا بظرف من هالظرف بيكون خصوصي، باخذ شو اسمه الطريقه اللي بلاقيها بتناسب ضميري. ما في اعطي جواب ابدا هيك ايه او لا. ناخذ كمان مشاركه. عم بيقولوا لي الاتصال الاخير، مع انه حاسه بعد في وقت يا وسيم. بعد العشرة؟ لا لا لا، في احتجاجات. نعم، اتصال جديد. سلام المسيح. الو. سلام المسيح. معك مين معنا؟ مارينا. مارينا، من وين عم تحكينا؟ عم بحكيك من الرياضية، شارع سان تيريز. يا اهلا يا اهلا. انا اول مره بشارك بهالموضوع، كثير حلو بالنسبة للشيطان وبالنسبة للقتل. هو من أيام المسيح كان في تجارب كتيرة، وبالنسبة للقتل كمان كان الصعوبات من زمان، فنحن بدنا نتحملها بفرح، لأنه المسيح علمنا من ضربك على خدك الأيمن ضر له الآخر. بس مش إنه قالنا يسوع يعني إذا واحد ضربه لازم تضربه، ربنا ببين له حقه للشخص. وشغلة تاني صري يعني بكل محبة، قصة الداعش وقصة هودي، هاي بتجربة لكل اللبنانية، بتجربة لكل الناس، لأنه هودي شرير وما بتروحي في شرير. أنا برأيي الشخصي في ملك الحارس، هايدي قداس البابا قال عنا إنه هيدا ملك الحارس بضل مع كل شخص ومع كل الناس اللي عندهم تجارب. أنا حبيت أحكيكي بإيمان. نعم شكرا. انا لانه بشارك دائما بصوت المحبه، وبنفس الوقت شاركت بهالموضوع حتى اعطي خبره لكل شخص. في ناس اللي ما عندهم ايمان وعندهم تجارب كثيره، فالناس لازم تتحمل صليبها بفرح، وانا من جملتهم. نعم. نشكر اتصالك مارينا. ننتبه بريده، كثير مهم انه لما اقول من ضربك على خدك الايمن حوله الايسر، يعني من هاي صورة، من عاملك بالعنف انت بتعامله باللطف. وهي بنبدأ بيتنا اذا بدنا، اذا اليوم رجال ومرته او رجال ولاده، اذا كله عنف بعنف يخرب البيت. فاذا العنف مرد عليه باللطف وهيك بنغلبه. فاذا مارينا كانت الاتصال الاخير ابونا، هيك طلع القرار اليوم صدر. و
يعني ما فينا نزعلهم، تعرف يعني فينا نتقيد بالمطلوب. نحن راح يكون عندنا لقاء على الأراد الأسبوع المقبل، فهيك نرجع نأخذ كمان المزيد من الاتصالات. بدي أتشكر كل المشاهدين يلي تابعونا، يلي اتصلوا فينا، يلي شاركونا عبر الفيسبوك وبعتوا رسائلهم. يعني مش هينة أبونا أنه يختاروا يسهروا معنا رغم كل المغريات المعطاة لهم. يعني بنقدر نقول لهم هيك بكل ثقة أنه اختاروا النصيب الأفضل طالما اختاروا يسهروا مع كلمة الرب. صح. نعم. فإذن بالختام أبونا، بالختام عنا موضوعنا كان حربنا ليست مع لحم ودم. بالختام، ما في سلاح إلا سلاح الرب اللي هو الإيمان، خصوصا السهر. نعرف حالنا انه ابليس ناطرنا، السهر، الايمان، السهر. وبعدين كثير منشجع بعضنا لبعضنا ونحمل الكلمة الحلوة حتى نعوض عن كل هالكلمات البشعة اللي عم تنزرع حوالينا. كلمة الحلوة بتبني وكلمة الشريرة بتقتل وبتموت. نجينا ربنا من الموت لانه يسوع المسيح هو رب الحياة ورب القيامة. أمين. أمين. نشكرك مسنيور وأهلا وسهلا فيك. فإذا مشاهدينا مع هالدعوة لحتى نتسلح بسلاح الله الكامل، بدأكم على أمل أنه نلتقي بإذن الله الأسبوع المقبل مع حلقة جديدة من الكلمة. الله معكم.